شكل الوجبة الغذائية يعني الأفضل بالنسبة لأولادنا؟ قبل ما ندخل في البدائل نعرف إيه المكونات المفروض في الطبيعة تكون موجودة في وجبة الطفل؟ هو إحنا مفروض بنقسم حتى اللانش بوكس أو الوجبة العادية في البيت لثلاث أجزاء. إحنا نصها المفروض يبقى كله خضار، وربع وربع، ربع بروتين وربع نشويات. خضار وفاكهة ولا خضار بس؟ يعني الأهم بالنسبة لنا حاليا الخضار، هذا اللي في وقت الأكل نفسه. ممكن بعدها ناخد فاكهة، ممكن مش كل وجبة يبقى فيها فاكهة، بس الخضار هو الأهم. إنه نص الوجبة، نص الطبق يبقى خضار. خضار بقى مسلوق، خضار ني، خضار مطبوخ، فبس مهم يبقى نص الطبق كامل خضار. طب لو فطار ممكن صعب شويه ان انا احط خضار في الفطار ولا في قابل؟ ينفع طبعا. يعني مثلا فطار ده يبدا من 6 شهور، نمشي نفس السيستم. احنا هنعمل للطفل بيضه اوملات، احنا ممكن ندخل جواها خضار، واحنا بنسوي الاوملات نفسه نحط فيه خضار. وجنبه المفروض بنبدا نعلم البيبي من عند 9 شهور تقريبا الفنجر فود، انه هيعرف يمسك وياكل. فهنعلمه ده ازاي برده بقطع خضار مستويه نص سوا، او خيار وجزر فلفل، الحاجات اللي ينفع يمسكها ياكلها. ده كله على بعضه هيشكل تقريبا نص الوجبة. احنا قلنا نص الوجبة خضار. نص التاني بروتين، فالبروتين ده نباتي حيواني، الاتنين ينفعوا. يعني طبعا هيبقى بقى خلال البدائل الموجودة يعني. فمفروض ان الطفل ليه بيضة في اليوم، فإذا ما عرفناش نعمل ده ممكن نعمل بانكيك بالبيض. هيبقى نوع طبعا من المخبوزات كده بتتعمل بسرعه في الطاسه عشان نوضح للجميع ايه البانكيك بالظبط. يعني هو دقيق، سواء بقى دقيق شوفان، دقيق اسمر، دقيق ابيض لو ده المتاح يعني، ومعاه بيض وزبادي وبيكنج باودر، فهيتعمل شبه الكيك بس يعني حاجه عاليه شويه، تحط عليها عسل، تحط عليها نوع فاكهه يكون موجود. فده برضو فطار كويس، وببطين مثلا هيعمل كمية كويسة بما اننا محتاجين حاليا نعمل ده، وفي كذا طفل فدخلنا له البيض بس يعني بالشكل اللي نقدر عليه. يعني طبعا احنا بنتكلم في مكونات اكيد مش موجودة عند كل البيوت المصرية، احنا بس بنتكلم مبدئيا كده على اساسيات مثلا. واحنا هنتكلم بقى في ايه البدايل وايه الاشكال التانية اللي ممكن تبقى موجودة في الوجبة.